بيير، ماذا في جديد المواقف الأمريكية؟ ليس هناك الكثير من المواقف الأمريكية، والسبب هو أن الأمريكيين بذلوا الكثير من الجهود خلال الأيام العشرة الماضية وقبل أن ينفجر الوضع على الشكل الذي هو عليه الآن بين إسرائيل وحزب الله، وأرسلوا الموفد الرئاسي عموس هوكستين إلى منطقة الشرق الأوسط، وهو كانت لديه رسائل واضحة. أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تصعيدا، وهذا ما لم تستجب له إسرائيل. الرسالة الثانية التي كانت له عند حزب الله وهي أنه يجب أن يسمع الإنذارات التي تأتي من إسرائيل من أن الجيش الإسرائيلي سوف يعمل على إبعاد الخطر عن الحدود اللبنانية، ومن الأفضل الوصول إلى حل دبلوماسي بدلا من الوصول إلى حل عسكري. وأيضا حزب الله لم يستمع إلى هذه الرسالة. إلى حد كبير جدا يعتبر الأمريكيون أنهم فعلوا الكثير لمنع التصعيد، يرون ما تفعله إسرائيل الآن على أنه عملية دفاعية وليست عملية هجومية، وكما يعتبرون أن إسرائيل تمارس الكثير من الضغوطات الآن على حزب الله لتقول لحزب الله أن هناك الكثير من الاستعدادات الإسرائيلية والقوة الإسرائيلية، وأن حزب الله ليس بحجم القوة العسكرية الإسرائيلية، ومن الأفضل أن يخضع حزب الله لهذه الضغوط ويطلب وقفا لإطلاق النار ويفصل الوضع في لبنان عن ما يحدث في غزة. طيب بيير، ماذا أيضا عن تحركات وتصريحات البنتاغون الأخيرة بزيادة ربما الوجود الأمريكي العسكري ولو بوتيرة ربما خفيفة هكذا وصفت في الشرق المتوسط؟ القوات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، القوات الأمريكية ضخمة جدا، هناك حاملة طائرات، هناك أسراب من القوات المقاتلة الجوية، هناك الكثير من القوات في منطقة الشرق المتوسط، وبالتالي هناك عدد أعلى الآن من القوات الأمريكية والعتاد الأمريكي، أعلى مما كان عليه في شهر أبريل نيسان الماضي عندما شنت إيران هجوما على إسرائيل، وبالتالي هناك حضور أمريكي كاف بالنسبة للأمريكيين. ما حدث هو أن المتحدث باسم البنتاغون الجنرال رايدر كان يتحدث اليوم إلى الصحفيين وقال أنه بسبب الوضع الحالي هناك إضافة عدد قليل جدا من الجنود، لم يشأ إعطاء المزيد من التفاصيل حول ذلك، ولكن التقديرات تقول أنهم أرسلوا ربما ما يقدر ب 200 أو 300 جندي وليس أكثر من ذلك.